هلا، قولي لي بقى يا حبيبتي، انا عايزه اعرف سر تليفوناتك اللي بتغيرها كتير دي قوي. دي عامله لي ازمه. بس ليه؟ يعني هي مش عارفه والله، بس يعني مثلا يكون معايا رقم وبعدين يحصل مشكله في الرقم فاضطر اغير رقم، اكون على البحر مثلا التليفون يتحرق فاضطر اغير رقم تاني. يعني انا عندي ازمه في التليفونات عامه، مش طب دي مشكله ازمه كبيره قوي دي. الحمد لله قالت لي يعني معايا رقم هيقعد بقى معايا. قولي لي بقى، هو الفن بيتورث؟ بيتكم ما شاء الله يعني كله فنانين، بابا واستاذ احمد شيحه اخواتي وماما واخواتك، يعني الفن بيتورث وممكن ما بيتورثش برضه. يعني بمعنى، يعني انا بابايا فنان تشكيلي، ما طلعتش رسامه، برسم كويس بس مش الرسم اللي ده انا بيقولوا بترسمي كويس جدا. برسم كويس يعني، بس مش بترسمي على الناس، لا مش برسم بترسمي. على الناس، لا مش برسم على الناس، لا خالص والله حرام لا. بس يعني طبعا هو الفن يورث، بس انا بالنسبه لي ما طلعتش، مش عايزه ابقى رسامه زي بابايا. يعني التمثيل عندي اهم وميولي يمكن حاجه تانية خالص يعني، بس الحس الفني ممكن يبقى واخداه من بابايا قوي، حس الفن. يبقى من بابا. ممكن وماما خدت منها ايه؟ كل حاجه كل حاجة؟ خدت منها حب الاسره قوي، حب البيت، حب النظافه، يعني هي 24 ساعه تقريبا بتحب بتنظف البيت 24 ساعه، اه طول ما هي طبعا. قاعده لو شافت التراب عارفه اي حاجه لازم انا برضو عندي ده عندها الحته دي. ده حب الجمال طبعا. بس بيقولوا ان انتي قريبة من بابا قوي في ايه؟ طيب في حاجات كل كتير، ده حاجة، اكيد بنته يعني. بيتحيز لك اكتر وكده يعني، هو معرفش بيحبني جدا، اسرار. هو بيحبني جدا يمكن عشان انا البكريه، فانا بنته الاولانيه يعني، اول حاجه في حياته يعني، عشان فانا كده بيخاف عليا يمكن ازود واحده، ودايما بيهتم قوي بكل حاجه يعني، كل حاجه في حياتي يمكن اكتر واحده في اخواتي، عشان هو شايف ان انا اطيب واحده، هو شايف ان انا يمكن يعني اللي بيضحك عليا بسهوله يعني. الله، يعني اخواتك مش طيبين بقى؟ لا بالعكس، ده هم اطيب مني، بس هو اللي هو ده اللي هو فاهمه، وانا بحاول اقنعه بالعكس، مش طب عايزه اقتنع. بيضحك عليكي بسهوله ليه؟ هو شايف ان انا طيبه جدا وبتكسف، بتكسف مثلا اقول رايي، بتكسف في حقي، فتلاقيه دايما هو المهتم بيا يمكن اكتر واحده. اللي يشوف المواضيع دي يعني. طب ماما اللي بتعمل لك ستايل لبس وكده ولا ايه؟ مش عارفه اقول لك على حاجه، هما دايما يقولوا مامتي بتتدخل في كل حاجه، يقول لك ماما ماما ماما. انا يعني مامتي بجد يعني ما بتتدخلش في ولا حاجه في شغلي خالص. يمكن طلع الفتره الاخيره دي بالذات ان مامتي بتتدخل في كل حاجه في شغلي، وانا شايف ان ده مش عيب يعني، لو هي لا ما امي فيهاش حاجه ما طبعا فيهاش حاجه، بالنسبه مش لي. كده؟ بالظبط، وبعدين ان ذوقها حلو، وان هي ذوقها ست حلو بتفهم في دوت، وست بتفهم، وهي ومامتي اكتر واحده بتخاف عليك، واكتر بالظبط واحده تشوف اكيد احلى حاجه واحسن واحده تبقى في نظرها اكيد يعني. بنتها يعني لازم تهتم. ما فيهاش حاجه يعني. انا بالعكس انا بحب رايها جدا في كل حاجه، ودايما قبل ما اعمل حاجه بحب اخد رايها، عمرك ما وشايفه ان ده اعترضتيش مش على عيب. ذوقها خالص؟ لا بحب ذوقها في حاجات معينه، يعني هي ذوقها حلو طبعا، بس في حاجات معينه انا ما اخدش بالي منها هي تقولها لي. يعني مثلا ممكن انزل من البيت بسيطه جدا تقول لي مثلا ممكن تحطي روجر خفيف على وشك، خدي شاي الحلو مثلا وانت نازله، انت فنانه ولازم الفنان دايما يبقى مظهره كويس قدام الناس. ده مظبوط. فانا دايما كركبه كده، انزل جينز وتي شيرت وسبادري وخلاص، لم مهدرات شعري كده اي حاجه. اللبس يعني، مهدرات كل اللبس بتاع كل اللبس المفروض كله كاجوال دلوقتي. كاجوال.